هاي هاو ار يو اي فاين ثانك يو. السلام عليكم لافامي صافا لاباس عليكم هانين كلشي بخير. هاي هاو ار يو اي فاين ثانكس اند يو ار يو فاين يس اي فاين. ياك كريمي لما قالت هذه الجمله هذه ما كتكونش مرتاحه في الفيديو وكيبقى فيها الحال في اي فيديو ياك. المهم الخوت ان شاء الله كما وعدتكم الفان جا وقته باش غادي يتصور غادي نوجدوه ان شاء الله من اليوم. فرحانة غادي يكون واحد كونسيبت جديد في المغرب جو بونس ما كاينش كارافان موتوكروس كارافان موتوكروس يكون فيها كراج لا تولي كراج موتو لا تولي بلاك اللي نعسو فيها دار متنقلة كلشي دار فيها كلشي ديال لي برانسيس ديال المينوريم ديال مونير فاميلي ان شاء الله. علاش فكرت فيه كومبيتيسيون ولا بغيتي لوطي 16 كيلومتر مي صعيبه بقى غادي ديبلاساو جاي هز الموطور حط الموطور تيشو كيبداو الصباح بكري يعني صعيب علينا بقاو وهما باقيين صغار يتعذبوا ليا وانا راحتهم هي اهم حاجه عندي في الحياه هي راحت بناتي. فكرت قلت مونير علاش ما نديروش واحد الكارافان وميم طون نديرو فيها كراج فيها لاتولي ديال الموتور فيها كراج ديال الموتور فيها كلشي كونسيبت كارافان موتوكروس اوكي. المهم انا غادي نشرح لكم دابا غندخلكم معايا لداخل وغنشرح لكم ونوريكم شنو بغيت ندير وشنو الفكره ديالي وانتم قولوا لي واش معايا ولا ما معاياش اوكي. يلا اجوا معايا راحت البال ديالكم بغيتها في هذا الفان هذا. يلا عطيوني شنو بغيتو شنو بغيتو يكون. يلا قولي لي هنايا كل واحد يعطيني راي واحد بالواحد بالواحد بالنوبه اوكي يلا هنايا نحطوا ناموسيه اها فوق هنايا اها هنايا تحط الماطور بحال هنا كاين كراج اها وريني يلا وريني هنايا ناموسيه ولتحت غيكون ماطور يعني يكون كراج لتحت وناموسيه الفوق اوكي يلا نوب نيرمين لا نيرمين لا نمشوز اها بلا تندوز من الجهه الاخرى نيرمين شنو بغيتي نتيا الحاجه اللي لا الحاجه اللي كتهمك بزاف وكتعذبك كتقول لي بابي ما كرهتش نكون جاي في الطريق بحال دابا الصويره اخر مره مشينا للصويره الصويره 8 السوايع ديال الطريق ياك هذيك 8 السوايع شنو كان عليك ديري فيها بزاف د الحوايج شنو هي اهم حاجه شنو هي الحفاضه ديالكم بجوج يعني خاصني ندير لكم بيرو ديالكم هنا يعني بيرو بيرو بالطبله بكلشي تحافظوا فيها او ميم طون نحلوا هاد البلاصه هادي نديروا واحد شي بانوراميك زوينه غادي كتشوف في الطريق حسمي كنت كنبغي نبقى نطلع نشوف هنا ولكن ما كاينش شي حاجه يعني انا ملي كتكوني راكبه بحال اللي غادي البوليس والله بحال اللي خاص دوك تجيلي التقيه يلا لالا غنحلك هنا بالشرجم هنا والشرجم هنا ان شاء الله اوكي غادي نحل لكم جوج شراجم يكون واحد هنا بس نشوف يكون واحد هنا وواحد هنا اوكي لا تا هو غنديروا الشرجم كيتحل ابخي خاصها كوزينه كوزينه علاش كوزينه بغيتو طيبو شكون غيطيب ليا انا وشكون غيغسل المعن انا ان شاء الله ان شاء الله هذاك الشيء علاش انا دابا ان شاء الله غندير لك كوزينه هنا هاد لابارتي هادي غتكون فيها كوزينه يعني كوزينه كطيبي حلي حلي لي حلي لي حلي لي حلي لي عرفتي كطيب هنا بوب بوب اتو كطيبي هنا وكتقردي داكشي ديالك وكتوجدي او ميم طو كتشوفي في الجبال وفي الطبيعه هنا في هاد لابارتي هادي ولا البحر ولا كل مره فين وي هنا شو غنديرو لا لا هنا غادي نديرو كوزينه ياك المهم الدراري الخوت لا فامي ان شاء الله هادشي كامل راه غادي نحطو لكم 3 دي وغتشوفوه قبل ما نبداو الخدمه يعني غادي نمشي عند السيده ان شاء الله كاينه واحد البنت هي اللي مصاوبه ليا 3 دي ان شاء الله داير معاها دوما ان شاء الله باش غتوريني ديزاين كيفاش غيكون 3 دي فين غتكون الكوزينه فين غادي يكون البيرو ديال البنات فين يحفظوا او ميم طون صاله مونجي ديالهم فيها تلفازه بلاي ستيشن فيها كل شيء وي نسيت ما قلت لكم غتكون بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن اش من بلاي غتكون بلاي 3 ولا الكات 5 ان شاء الله ما نسيتي واحد الحاجه اللي مهمه وديما كتقولي يا بابي كنتعذبوا بيبي طواليت
انا اللي غندير لكم التواليت افيك دوش تواليت افيك دوش غتكون هنا في هاد لا بارتي هادي ها المطر هنايا شو كي غيتحطوا المطر غيتحط كلشي غيتحط لكم كلشي غيتحط غادي يكون مطر غيكون كراج موطو غيكون بلاكار ديال الحوايج ديالكم غادي يكون دوش غيكون صالامونجي غادي يكون واحد شوف غيكون داكشي واعر كندي كندي اوكي يلا هو جديد دابا عرفتي فين غادي نمشيو دابا لي طاب الاولى ان شاء الله اللي غادي نديرو هي غادي نحلو الجاج وغتمشيو معايا نحلو الجاج بعدا وين شي تعاوتاني ما قلتش لكم غنحل حتى الفوق غيولي واحد لابارتي اللي الفوق اللي كتدخل لينا البرد وغادي نديرو الطاقه الشمسيه فين غيولي عندنا الضو لداخل 24 ساعه على 24 ساعه تما غادي يبقاو غير الكاسكاد ديالنا لا انا فين الناس بغيت ناسي تم وتقدك اوكي يلا على بركه الله شكون اللي غيصوت هاي وي مش نسيت الخوت عاوتاني ما وريتكمش واحد اللعيبه خديت واحد البوست هنا المهم هذا وريته لكم غابيدوس حيت ركبته ديجا كان بوست نورمال دابا خديت بوست فيه جي بي اس فيه يوتيوب فيه كل شيء يعني كيتفرجوا البنات وغادي في الطريق ما كيملوش كيديروا الفيلم ديالهم كيديروا اي حاجه وي وكيديروا حتى لي كور ديالهم تما ملي كيكون مراد معاهم كيدير لهم فيديوهات ديال الكروس وكيقول لهم فوالا ها كيفاش خاصكم تنقزوا ها كيفاش خاصكم تشدوا لا بوزيسيون ديالكم اوكي يلا انا سوق بحال اللي سيكار ولكن نولفوا على وجه لي برانسيس نولفوا نسوقوا ماشي غير الكار كاميون سوقوه ما عندناش مشكل اللي جا بسم الله المهم خد دابا ان شاء الله غادي نمشيو نركبوا الجاج هو الاول كدور دوره كبيره واحسن حاجه زوينه في هاد الفان هادي هي حدايا بناتي بجوج وحدايا نوريكم حدايا يعني كاينين ثلاثه البلايص قدام هادشي باش زوينه هادي يعني بناتي حدايا بثلاثه بهم كنتناقشوا كنهضروا انتم انا واحد جوج ثلاثه المهم حدايا بناتي كنتناقشوا كنهضروا ميم طون كنشوفوا في الطريق غاديين كنطلق لهم كونيكسيون هنا كيتفرجوا فين غادي بغيت نمشي جديده تشوفي الكبيده كما قلت لكم الخوت دابا ان شاء الله غادي نوجدوا ان شاء الله الجاج هو الاول عاده باش غادي ندوزوا للطول داخل نوجدوا الخيوطه والكابليات داكشي شي غنصوبوها حنا لا غنجيبو معلميه وحنا غنقولو لهم شنو يصاوبو لينا حيت شركه كتعطيها لشركه كتصاوبها كتقول لك شوف 40 جو غادي خد الطوموبيل كتكون واجده لا 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 غلط 40 جو هي حدايا شاك جو كنشوف فيها وكنهندس فيها وكنصوب فيها ونهار على نهار كنقدر نطيع على شي فكره اللي ديفيرون على داكشي كامل اللي كنا كنديرو بحسابو ومن بعد تعطيوني نتوما الافكار ديالكم وتعطيوني الراي ديالكم شنو بان لكم شنو بان لكم ملي غنصوب لكم الفان غتولي كارافان غتبقاو ديما طريحوا حدايا هكا ولا غترجعوا للور ان شاء الله ان شاء الله انا ولي الشيفور ديالكم انا عبد الله سماحت انا اللور فرانسيك كومبيتيسيون كندير جبال انا اسراء تقلب لحد تقليب بابي هي تقلبات هكا انا تقلبت هكا صح لو كونترير والله الله يحفظك ليا نكون فرحانين وهاد البان درتو باش ندور المغرب كامل نشوف بلادي باغي نشوف بلادي يا الخوت تخيل معايا عرفتي الكونسيبت اللي عندي انا في هاد البان هو ان شاء الله نهزوا المطر ديالنا وندوروا المغرب ان شاء الله ونمشيو نشوفوا المناطق ونشوفوا الناس اللي ما عندهمش ونشوفوا الناس اللي عندهم ونشوفوا بلادنا كيفاش دايره ونشوفوا خير بلادنا وواحد الحاجه اللي هي احسن حاجه كل مدينه غنهبطوا المطر ديالنا ونضربوا دويره انا وبناتي بالموتور ياك ريم هادشي علاش انا كنتريني بهم دابا مزيان
باش ان شاء الله غادي نضربوا شي طرقان اللي صعاب يضربهم واحد بعقله، واحد لاج ديالي انا صعاب يضربه، وغيضربوا هاد الخوني جيجات البقيصات ان شاء الله. المهم الخطره جابوا الجاج دابا غادي نهبطوا نشوفوا معاهم واش هو هذاك الشيء اللي كاين، واش هذاك الشيء غيكون هو هذاك الشيء ولا ما غيكونش داك الشيء هو هذاك الشيء. المهم داك الشيء غادي يكون ان شاء الله هو هذاك الشيء، وبرضات الوالدين غيكون كل شيء هو هذاك الشيء. اوكي 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 انتي ما مسالياش كتاكلي تاهي تتاكل. المهم خوت الجاج هو واجد ان شاء الله، هالاولى هالثانية هاللي غتجي اللور، يعني وحدة في هاد الجهة وحدة في هاد الجهة الاخرى وحدة ديال اللور. المهم خوت ان شاء الله دابا غادي نجربو اللي طاب الاولى هي هادي، هادي الجاجة الاولى جات الحمد لله هي هادي سي بون مزيانة مخيرة. هادي ديال اللور دابا هي اللي غادي نورمالمون ديال اللور كاينين جوج ياك؟ كاينين جوج الاخرى ما نقدرش نكوموندي عليها من هنا لقدام. يا بيني وبينك الصراحه واقيلا جو بونش ندير غير ديال وحده اللور صافي، عرفتي علاش؟ حيت انا موسيقى غتكون في هذا النيفو هنا، نقدر من هنا نبقى نتمن ضرب يعني غير وحده صافي، حيت الا درنا هاد لابارتي هادي حتى هي غتجي هابطه يعني غيبان الجهه ديال الكراج. المهم الخوت اللي خدينا من عنده الجاج قال لك ما كنتقبوش وما كنقطعوش الطوله، دابا قلبت على واحد السيد اخر مشيت عند مول الطوله قلت لي فوالا بغيت نقطع هذا الشيء هذا، قول لي عافاك الثمن كلشي كيقول لي ما كاينش الوقت حتى لدوما، وانا راسي قاصح اليوم هو اليوم خاصني نقطعهم اليوم. هذا الشيء علاش دابا جيت واحد مول الطوله طلبته قلت لي عافاك، قال لي ما بقاش الوقت قلت لي عافاك شو كيفاش دير معايا وما ردنيش ميرسي بوكو شكرا. هذا الشيء اللي دابا كيتقلب على الدوزان باش يبدا تقطع اخباركم مخلوع انا لا ما صدقاش هذا الشيء ما عندي ما ندير. مشات لي الطوموبيله كامله فان على قدها غادي تمشي الا ما تقطعش هذا الشيء بحق طريقهم. ما سولته قلت لي قال لي لا كون هاني راه ديجا كاين العبار. فين عندكم هذه؟ ها طبيعة ربيعة. أنا معمك حروبات، أنا معكم حروبات. كي جاتك مزيانة؟ تعرفوا تحلوا؟ هنا دابا تكون ناموسية وهنا غيكون الكراج تاعها. طلع لي لا طلع طلع من هنا طلع من الارض طلع لا طلع طلع صافي هاي خلعتيني كير خير دابا شوفي طيبي طيبي الماكله ديالك وكتشوفي فيا انا من هنا. واخيرا لقينا الدجاجه اللي غتخدم لينا، شفتوا الفرق بين الاخرى هي هذه ياك؟ اه هي هذه الحمد لله لقيناها. هبطها شويه لتحت هبطها شويه في الحاجة لا تقاتل الغد غادي نحيدها ياك؟ اه غادي نحيدها. ياك خدمة الليل؟ ضحكة النهار؟ ضحكة النهار خدمة الليل ضحكة النهار والله غدا في الصباح غلقى كلشي عوج. الحمد لله كلشي مزيان وعلى خير. ياس الحمد لله كلشي مزيان. دابا هادي حلينا من هنا ولا تسمح لي هادي كتحل من هنا كتدخل داخل على حساب البلاصه اللي غيكونوا جالسين فيها لي برانسيس. شنو كنفكر لكم
انت ما كتفكرش ليا فقسي يا راك ساعه ناسي اجي دابا غتحل هذيك هذه الوحيده اللي كتحل فين كاملين كتجرها له صافي مع غتكون هنا الجلسه ديالكم هنا كل الجلسه ديالكم تقدروا يضرب فيكم الباب تبغوا تحفظوا ومره مره تطلوا وانا مع نكون داز الدار انا نبقى في العين وتبردي اي انا ونرمي صح سك حبيبه ديالي يلا الخوت اليوم الحصة ديال الدجاج راه سالات الحصة الثانية ان شاء الله شنو هي اخذ الطوموبيل لا الحصة الثانية ان شاء الله هي غندخلوا الضو الطوموبيل داخل غندوزوا الكابلاج كل شيء ان شاء الله دابا لو ريزلتا فينال ديال لا فيترين صافا مزيان فينال موت الاخر حتى الاخر واقتنعت ان اللور هو خاص نديرو المهم صوبت هاد اللور راني كامل وصوبت هذا حتى هو مي هذا كيتحل لي هاد لاباتي هادي كيتحل كتجر هادشي اللي كاين